انعقدت اليوم مقر المجلس الوطني التأسيسي جلسة عمل للنظر في لائحة اللوم الموجهة ضد الوزير المكلف بالأمن رضا صفر وأمال كربول وزيرة السياحة، وذلك على خلفية السماح بدخول عدد من السياح الإسرائيليين للتراب التونسي. هذه قدما لصاحب الثقة على الأقل النواب اللي هم صادقوا على اللائحة هذه، ولن يثنينا كل الحملات اللي اليوم قاعدة تتشن ضدنا على أساس هذوما ناس انتهازيين وعلى أساس أن يحسب حزبية ضيقة وحسب سياسية ضيقة، لن تثنينا على المضي قدما في المصادقة على صاحب الثقة وفي التمسك بمبادئنا. ومن جانب رضا صفر الوزير المكلف بالأمن اعتبر أن العملية اللي صارت جاري بها العمل منذ ثورة 14 جانفي وحتى قبلها. لما شفنا نلقاو هذا الإجراء معمول به قلنا على أساس نواصل ويلزم في الأنذاك، مش اتفقنا أنا اتخذت القرار عداش وزارة السياحة ما تحت حرق للموضوع، اتخذت القرار بالتشاور مع سيد وزير الداخلية على أساس نوضح هذه المسألة مش ميصيرش فيه خلط. ومن جانبها أمال كربول وزيرة السياحة رفضت الإدلاء بتصريحات صحفية حول موضوع مساءلتها. سامحونا سامحونا خلينا نخرج على الصباح. فضل سامحونا هاي تفضل هاي خليه عاد خليونا باساج خليونا باساج المنشر الرحوي النائب بالمجلس التأسيسي اعتبر أن مساءلة أمال كربول ورضا صفر هي عملية عبثية، لأنه كان بإمكان المجلس اتخاذ عدد من القوانين لتجريم التطبيع. ما يقع الآن لا يعد إلا أن يكون عبثا، وأنا أقول وأن هذا المجلس هو مدعاة للشفقة لا غير. فما قانون اسمه تجريم التطبيع موجود في رفوف المجلس عنده أكثر من عام ونص، أتحداهم كان النجم يجبدوه وكان النجم يقروه، لأنه هناك تعليمات أجنبية صهيونية بأن ما يقعش إقرار هذا الفصل. وشهدت الجلسة العامة جدل منذ بدايتها حول أن المساءلة تكون علنية ولا في جلسة مغلقة، لكن التصويت كان لفائدة جلسة عامة وعلنية. قطع النظر على الموقف من القضية في أصل اليوم انتصار للديمقراطية وللشفافية. اليوم احنا في دولة مساءلة الحكومة تكون أمام الرأي العام، كل وزير يتحمل مسؤوليته، والمساءلة تكون في كلف الاحترام ومراعاة المصلحة الوطنية، لكن من حق الرأي العام أن يطلع على ما يدور داخل هذه القبة. وعبرت عدد من الكتلة النيابية أنها لن تصوت مع لائحة سحب الثقة من الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ووزيرة السياحة أمال كربول، من بينها التحالف الديمقراطي ونداء تونس النهضة وغيرهم.